ديزني جونيور تقدم لحظة سحرية لفامبيرينا. عندما يتوه وحش ويبدأ في النوم تحت فراش بريدجت، على فامبيرينا أن تثبت لها أن الوحوش ودودون أيضاً. بريدجت، لن تصدقي. أصدق ماذا؟ تذكرين حين قلت إنه لا يمكن أن يكون هناك وحش تحت فراشك؟ نعم أذكر. ربما كنت مخطئة قليلاً. آه، لا بأس يا في، الجميع يخطئون. هل تقولين ما أظن أنك تقولين؟ ماذا تظنين أنني أقول؟ أن هناك وحش تحت فراشي. هذا هو ما أقوله. لا تصرخي، ستخيفينها. إنها ماتيلدا، ستحبينها حين تقبلينها. سعدت بلقائك، مرحبا في غرفتي. غرفتي؟ إنه سوء تفاهم بسيط، سنعيدك للغرفة المرعبة. أوه لا، لا عجب أنك خفت قليلا بريدجت. قليلا فقط. أنا آسفة للرؤية، أنا لا أنام تحت فراش بدون دعوة أبدا إلا إذا ضللت الطريق. يجب أن نقوم بالإسراع، الآن أخي المهووس بالوحوش قادم في الطريق. أنا هنا. اختبئي يا ماتيلدا. أنا مستعد لمطاردة الوحوش. فلنعثر على هذا الوحش. سعيدة أنك جئت، أظن أنني سمعت الصوت. أقصد الشخير. الشخير علامة على وجود وحش تحت السرير بالتأكيد. سأدخل للبحث. لا أرى أي أثر للوحوش هنا. ابحث أكثر، قد يكون مختبئاً تحت اللعب. سنترك الأمر للخبير، نراكم لاحقاً. حظاً سعيداً مع الوحش. حسناً، لدي خبر سيء، لا أثر للوحش، مجرد بطانية قديمة. بطانية؟ أجل، وإذا كنت تحبين بطانيتك كما أحب بطانيتي فستفتقدين هذه حتى تنظفيها. سأذهب. جيد أنني وجدت الطريق لآكل من هذا، إنه لذيذ للغاية حقا. في، شخص أتى ليراك. الحقيقة أنا هنا لأرى ماتيلدا. حقا؟ أظن أن هذه لك. بطانيتي. شكرا. هذه لفتة شجاعة منك. كنت شجاعة أمام شيء ظننت أنه مرعب. شكرا، أنا شجاعة لأن لدي أصدقاء وأصدقاء وحوش مثلكم. أعطت فامبيرينا وبابي صديقتهما بريدجت الثقة لتكون شجاعة، والآن أصبحت ماتيلدا صديقة بريدجت الجديدة. واصلوا المتابعة للحظة سحرية أخرى، وسيمكنكم مشاهدة فامبيرينا على ديزني جونيور. انقر شاشتك لفيديوهات أكثر، وافتح ديزني جونيور لمشاهدة عروضك المفضلة.